وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يفتخرون الآن بالآثار القديمة وأنها تدل على عظمة من بناها، ويعجبون بمن بناها دون أن ينظروا في حالهم وما حل بهم لما عصوا الله سبحانه وتعالى. فهذه الآثار عبرة، أبقاها الله عبرة لنعتبر بها لا لنغتر بها ونفتخر بها أو ننزه أنفسنا وأبصارنا برؤيتها. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود في طريقه إلى تبوك في غزوة تبوك قال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، لأن بيوتهم شارعة في الجبال منحوتة، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه. فالمسلم يعتبر بذلك ولا يعتبر هذه الآثار مفخرة للسابقين تدل على حضارتهم وعلى رقيهم وعلى وعلى، لا، هذه أبقاها الله لنا عبرة ودرسا نستفيد منه لئلا يصيبنا ما أصابهم فنهلك مثلهم.